السبت 28 من شهر شعبان لعام 1445 للهجرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام، وحياكم الله في هذه الإطلالة الجديدة والمتجددة من برنامجكم اليومي، برنامج أخباركم الذي نسعد أن يطل عليكم عند 8:45 دقيقة ليضع بين أيديكم أهم وآخر الأخبار على الساحة المحلية. وكما عودناكم دائما وأبدا أن نستهل الحلقة بالعناوين. تنظيم إيقاف الخدمات ميزان يصون معادلة الحقوق والواجبات. سمو أمير المدينة المنورة يدشن أولى رحلات مسار بدر السياحي. وأمانة نجران تطرح فرصة استثمارية بحي الإسكان. حياكم الله مجددا مشاهدي الكرام في هذه الحلقة وفي كل حلقة من حلقات برنامج أخباركم التي نسعى من خلالها أن نضعكم في الصورة من خلال استعراض أبرز الأخبار على الساحة المحلية في منصات التواصل الاجتماعي. دعونا نبدأ بأولى أخبارنا، حيث جاء تنظيم إيقاف الخدمات ليوازن بين حق الفرد وحقوق الآخرين والمجتمع في الوقت ذاته، بحيث لا يتعدى حقه إلى حق غيره، وشكل ميزانا يصون معادلة الحقوق والواجبات. فكما للفرد حقوق فإن عليه واجبات لا بد أن تؤدى، وهو ما يؤكد أن المملكة العربية السعودية وفي ظل قيادتها الرشيدة تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها. استثنت الضوابط عدم إيقاف الخدمات المرتبطة بالتعليم والعلاج والعمل وغيرها، كما وضع التنظيم حداً للآثار المترتبة على إيقاف الخدمات، حيث يأتي صدورها اهتماماً ورعايةً من الدولة أيدها الله بحقوق الإنسان، حيث يتميز التنظيم بتمكينه للفرد من تقديم طلب تمديد المدة الممنوحة له قبل إيقاف خدماته، وكذلك تبليغه قبل مدة كافية من إيقاف خدماته. وشدد التنظيم على ألا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين الأولى والثانية 30 يوما لكل مرحلة. طبعا يذكر أن إيقاف الخدمات هو إجراء يترتب عليه امتناع جهة حكومية أو أكثر عن تقديم خدمة أو أكثر من خدماتها إلى شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، سواء كانوا أفراد أو حتى منشآت أعمال. إذن احنا سمعنا خلال اليومين الماضية إطلاق هذا التنظيم الجديد والذي أطلقته وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بإيقاف الخدمات. فكما أن للشخص حقوق يتمتع لها بها، فله أيضا واجبات يجب أن ينفذها وفقا لهذا التنظيم الجديد الذي تم اعتماده. إلى خبرنا القادم مشاهدي الكرام، حيث أطلق صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، أطلق أولى رحلات مسار بدر، والذي تستهدفه الهيئة من خلال تفعيل الطريق إلى بدر بواسطة المشي باستخدام الجمال، تمهيدا لاعتماده كمنتج سياحي مستدام يدعم اقتصاديات المحافظات. واستمع أمير المنطقة إلى مميزات مشروع مسار بدر الذي سيوفر بيئة آمنة لمحبي المغامرات والرحلات وممارسي رياضة المشي الهايكينج، كما يعزز مسار بدر الجوانب الثقافية والتراثية لهذه المحافظات. كما اطلع سموه على أبرز المواقع التي يمر بها الطريق، والتي تصل إلى 40 موقعاً ومعلماً تاريخياً يرتبط بمعالم قصة بدر الموجودة على امتداد المسار على مسافة 175 كيلومتراً وشواهدها الباقية حتى يومنا الحاضر، بالإضافة إلى أكثر من 25 قرية وتجمعاً سكنياً على امتداد المسار، في حين تستغرق الرحلة 4 أيام مشياً على الأقدام والجمال. ما أجمل مثل هذه المشاريع التي حقيقة إحنا نستلهم منها تاريخنا وحضارتنا الإسلامية، أن يقدم هذا العمل كمنتج سياحي وأن يعني تمشي مشيا سواء على الأقدام أو على الجمال وتعيش هذه الرحلة، أعتقد أنه سيستهوي أناس كثيرين لخوض هذه التجربة.
من هذا الخبر مشاهدي الكرام إلى خبرنا التالي، حيث طرحت أمانة منطقة نجران وعبر بوابة الاستثمار البلدي فرص، طرحت الأمانة فرصة استثمارية للمستثمرين والراغبين في الاستثمار بمجال الأنشطة التجارية، ودعت أمانة المنطقة المستثمرين ورجال الأعمال المنافسة عبر منصة أو دعتهم إلى المنافسة عبر هذه الفرصة الاستثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة مجمع تجاري سكني بمخطط الإسكان بمساحة تبلغ 1464 مترا مربعا. وأوضحت الأمانة أنه يمكن للمستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالتنافس الاطلاع على الفرص الاستثمارية وتفاصيل المنافسة من خلال بوابة الاستثمار البلدي فرص، مشيرة إلى أن موعد شراء الكراسة وفتح المظاريف سيكون في 23 من شهر 4 لعام 2024 ميلادية. حقيقة هي فرصة سواء الجهات والشركات والمؤسسات التي تمتلك هذه القدرة إلى الخوض هذه الفرص الاستثمارية التي تقدمها أمانة منطقة نجران. من هذا الخبر مشاهدي الكرام دعونا نذهب إلى خبرنا التالي من جدة، حيث تعد حلبة كورنيش جدة والتي تحتضن سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1 لعام 2024 تعتبر خير مثال نحو تقديم حلول فعالة لمواجهة التحديات البيئية وتحقيق الاستدامة. وجرى على حلبة كورنيش جدة مراعاة لجميع التحديات البيئية والعمل على تحقيقها من أجل خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز البيئة المحلية، حيث صممت الحلبة بصورة تجعلها لا تحتاج إلى معدلات كبيرة من الري، هذا الأمر الذي يلعب دورا مهما في تأخير معدل تلوث الهواء وتقليل درجة الحرارة في المنطقة، كما تم الاعتماد على الطاقة الشمسية لتزويد الحلبة بالكهرباء، وذلك من خلال استخدام 86% من الألواح الشمسية. طبعا هذا الموضوع يؤكد عزم الوزارة على جعل ممارسة الرياضة موائمة للبيئة من خلال هذه الممارسات. كما أيضا تم في هذه الحلبة، حلبة كورنيش جدة، توفير 1000 لتر من الديزل من خلال تقليل الطلب على الطاقة بنسبة 30%. ما شاء الله تبارك الله، نشوف هذه المناظر الجميلة على شاطئ جدة وكورنيش جدة. يعني الميزة الإضافية أنك أنت جالس تتمتع بهذه المناظر وبهذا الجو وبهذه المناطق التي تم استحداثها. الأجمل أنها كلها متفقة وموائمة للطبيعة، يعني الطاقة عبارة عن طاقة شمسية عن طريق 86 لوح شمسي، تخفيض معدلات الكربون وما يتعلق بالتلوث الصناعي وغيرها. كل هذا حقيقة يقودنا إلى أنه بالفعل اليوم المملكة من خلال عدة برامج تقودها رؤية المملكة 2030 إلى تحقيق يعني الكثير من المنجزات فيما يتعلق بالطبيعة والبيئة، إضافة طبعا إلى الهدف الكبير الذي نهدف إلى الوصول له وهو الحياد الكربوني والوصول إلى صفر من الحياد الكربوني، سيكون ذلك في عام 2060 بمشيئة الله. إلى خبرنا القادم مشاهدي الكرام، حيث أكد استشاري الأمراض المعدية في وزارة الصحة الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري أنه توجد لقاحات تمنع مرض السرطان وتوجد أيضا لقاحات تعالجه. جاء ذلك بعد الاهتمام الإعلامي بلقاحات السرطان بعد حديث الرئيس الأمريكي. أوضح الدكتور عسيري أنه توجد لقاحات تمنع حدوث السرطان أو تمنع حدوث بعض أنواع السرطان اللي تسببها الفيروسات، مثل لقاح فيروس الورم الحليمي الذي يمنع سرطان عنق الرحم وأنواعا أيضا أخرى من السرطان اللي يسببها هذا الفيروس، كذلك لقاح فيروس الكبد باء الذي يمنع بعض أنواع سرطان الكبد. أما الفئة الثانية فهي لقاحات تستخدم لعلاج السرطان بعد حدوثه، هذه العلاجات تسمى اللقاحات العلاجية، تعمل على تعزيز الجهاز المناعي للجسم لمحاربة السرطان وتدمير الخلايا السرطانية التي لا تزال في الجسم بعد انتهاء العلاجات الأخرى أو حتى إيقاف نمو الورم أو انتشاره. ستكون طبعا هذه العلاجات متوافرة للاستخدام الفعلي بعد استكمال ونجاح هذه الدراسات واللي تشمل التجارب السريرية حاليا واللي تقوم عليها
الهيئات العالمية وتحديدا الأمريكية، وتقوم أيضا على أنواع محددة من سرطان المثانة، الدماغ، الثدي، القولون، الكلى، الدم، الرئة، البنكرياس، إضافة طبعا إلى سرطان البروستات. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وجوده ولطفه أن يشفي ويعافي كل مريض، يعني لا يعلم حقيقة بمقدار الألم وبمقدار التعب إلا والله من أصيب بهذا المرض ومن يتجرع آلامه وهو طريح المستشفيات أو حتى في المنازل. لكن نسأل الله جل وعلا أن يؤاجرهم على صبرهم واصطبارهم وأن يصب عليهم العافية صبا صبا يا رب العالمين. ومثل هذه الأخبار حقيقة هي أخبار مبشرة ومفرحة، إلا أن اليوم يعني نقود دراستين. الدراسة الأولى تتعلق بوجود لقاحات تمنع حدوث المرض، وهذا أيضا أمر مبشر. الأمر الثاني والذي هو أشد أيضا بشارة هو أن كل من يعاني من أمراض السرطان بإذن الله أن هناك لقاحات أثبتت يعني فعاليتها بشكل جيد كما ذكر، ستكون بإذن الله متاحة بعد إجراء التجارب السريرية لأجل علاج أنواع السرطان في المجتمعات. فنسأل الله جل وعلا أن يشفي ويعافي كل مريض يا رب العالمين. مشاهدي الكرام، كانت هذه هي أبرز الأخبار التي تم تداولها على نطاق واسع خلال 24 ساعة الماضية. خلونا نشوف ترنداتنا الجاية اللي كسرت السوشيال ميديا في فقرة ترندكم. مشاهدي الكرام، في ترند اللي كان يعني هو حديث منصات التواصل الاجتماعي خلال 24 ساعة الماضية لا سيما منصة إكس، الوسم التالي. ماذا كان هذا الوسم؟ أعطونا الوسم. الوسم مشاهدي الكرام كان بعنوان الشيخ عبد العزيز التويجري. الشيخ عبد العزيز التويجري، هذا الوسم اللي تصدر منصات التواصل الاجتماعي، غرد الناس حوله. يا ترى من هو عبد العزيز التويجري وماذا حدث له؟ طبعا الشيخ عبد العزيز التويجري انتقل لرحمة الله. خلونا نتعرف وإياكم سويا عن من هو الشيخ عبد العزيز التويجري. عبد العزيز التويجري انتقل إلى رحمة الله تعالى، وهو مؤسس مكاتب توعية الجاليات في المملكة. الشيخ عبد العزيز التويجري هو مؤسس مكاتب توعية الجاليات في المملكة. هو من مواليد بريدة في عام 1362، تخرج من كلية الشريعة عام 1386 هجري، درس في المعاهد العلمية في عدد من مناطق المملكة، وأسس مكاتب توعية الجاليات عام 1402 هجري، حتى بلغت إلى يومنا أكثر من 40 مكتبا في المملكة. هذا الرجل الذي قد لو نشاهد صورته لا نعرفه، أو لم يعني يكن له ذات الصيت أو الشهرة في المجتمع، إلا أن الله جل وعلا يعرفه. هذا رقم واحد. رقم اثنين، كان مساهما حقيقة في إنشاء مكاتب الدعوة وتوعية الجاليات التي يعني بلغ اليوم عددها أكثر من 40 مكتبا في المملكة، والذي أكيد جاء هذا بعد توفيق الله جل وعلا ثم دعم المملكة عبر وزارة الشؤون الإسلامية لهذه المكاتب التي اليوم تنتشر في مختلف مناطق المملكة، والتي حققت حقيقة الكثير من المناشط الدعوية والتوعوية للجاليات في مختلف مناطق المملكة. فنسأل الله جل وعلا أن يرحمه ويغفر له ويجعل قبره روضة من رياض الجنة. لم يدرك معنا رمضان، وكان رمضانه الأخير عام 1444، لكن بإذن الله أن أجره قد وصل، ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا فيه ومن نحب في الفردوس الأعلى من الجنة. خلونا نشوف الناس كيف تفاعلوا مع هذا الترند وكيف كانت تعليقاتهم. أعطونا التعليق الأول من فهد. فهد قال: الله أكبر، هنيئا له هذه الأجور من الله، فكم أسلم من هذه المكاتب في المملكة فهو في ميزان حسناته بإذن الله، ولا نتأله على الله، يا رب تقبله في الصالحين مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا، ربي أنعم عليه بفضلك وكرمك وإحسانك، والله لا نعرف إلا من هذه الرسالة، يا رب اجمعنا به ووالدينا وإياكم ومن نحب مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، آمين يا رب. شكرا لفهد على هذه التغريدة. خلونا نشوف أبو مازن الربيعان ماذا قال تعليقا
على هذا الوسم. أبو مازن قال رحم الله تعالى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله التويجري وجزاه عما قدم في سبيل الدعوة إلى الله خير الجزاء، وألهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان، من أهل الخير من يقوم مقام أمة لا يثنيه عائق ولا شاغل عن أداء الواجب نحو الدعوة، فكل مكلف بها بقدر استطاعته، ونحسب هذا الرجل كذلك والله حسيبه. شكرا لك أبو مازن. إلى أبو إبراهيم التركي معلقا على هذا الترند في منصة إكس، ماذا قال؟ قال الله يغفر ويرحم لي فضيلة الشيخ الداعية المشرف على مكتب دعوة الجاليات في مدينة بريدة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله التويجري، ويسكنه الجنة ويخلف على أسرته خيرا ويجبر مصابهم ويرزقهم بره، خدم الدعوة إلى الله وأشرف عليها سنوات وبذل جهودا، الله يتقبلها في حسناته، زرته في المكتب وسرني مناشطه الدعوية. شكرا لي أبا إبراهيم. إلى فهد العبيري أو العييري اللي علق أيضا وقال وفاة الشيخ عبد العزيز التويجري مؤسس مكاتب توعية الجاليات، ونعم الرجل هدى الله بسببه آلافا وآلاف، وكان من وضع النواة الأولى لمكاتب توعية الجاليات، وأول من رفع شعار الآية ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نسأل الله جل وعلا أن يرحمه برحمته الواسعة. خلونا نشوف التعليق الأخير من عبد الكريم الجار الله بريان. قال عبد الكريم وهو أول من أسس مكتب توعية الجاليات وله جهود تذكر فتشكر، فقد هدى الله على يديه خلق كثير، وكان صاحب همة ونفس تواقة ويحترق من أجل دعوة غير المسلمين، فاللهم اغفر له وارحمه وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. شكرا لك عبد الكريم، نسأل الله جل وعلا أن يغفر لي الشيخ عبد العزيز، وتعازينا حقيقة لأهله وذويه ومحبيه، ونسأل الله جل وعلا أن يربط على قلوبهم وأن يجبر مصابهم وأن يجمعنا به يوم النحب في الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين. مشاهدي الكرام، كان هذا هو ترندنا الأول من منصة إكس، إلى ترندنا الجاي من منصة سناب شات. ما شاء الله تبارك الله، مع رمضان والأجواء الحلوة والجميلة، خلونا نشوف ضباب النماص في النماص. شكرا لحبيبنا أبو سارة الأستاذ صالح القرني على هذا التصوير المميز. من ترند سناب شات إلى ترندنا الجاي من انستغرام. لنفترض أنه هويتك الوطنية انتهت، محتاج أنك تجدد الهوية، ما يحتاج أنك تزور أي فرع من فروع الخدمة المدنية، نسيت اسمها الآن، تحتاج إلى أنك مباشرة تدخل عن طريق أبشر وتجدد هذه البطاقة وتصلك إلى منزلك. خلونا نشوف التقني عبد الله الصبيعي كيف شرح هذا الموضوع. أخوي سلمان، تدخل على موقع أبشر، بعدين أبشر أفراد، وتدخل يوزر نيم والباسورد، وبعدها بيجيك كود على جوالك، وبعد ما يوصلك الكود تسجيل دخول، بعد كذا نروح الخدمات الإلكترونية، خدمات الأحوال المدنية، تجديد الهوية الوطنية، بهذا الشكل. وتقدر تصور
وتقدر تصور على حسب المواصفات المطلوبة منك وترفع وتوصل. كان طبعا لازم يوصل 180 يوم أو أقل عشان يقبل تجديد. أنا باقي 810 أيام. أكثر مشكلة أشوف مشاكل الناس وش يقولون الصورة، ضغط الصورة، هذا التطبيق يضبط لك الصورة وحجمها عشان تصير متوافقة وتقدر ترفعها، وبشرحها إن شاء الله عمليا. بس هذا هو التطبيق، لأن كثير بيحتاجه الصورة لازم ترفعها بدقة معينة، وده التطبيق بيخدمكم إن شاء الله. شكرا للتقني عبد الله السبيعي على هذه المعلومات. وبالفعل يعني اليوم حتى تذكر أنا أصدرت جوازي بدون زيارة أي فرع من فروع الجوازات، عن طريق في البيت تم إصدار الجواز، والصورة أيضا أخذت من صورة الهوية الوطنية، وجاني الجواز إلى باب المنزل، يعني مخدوم وأموري طيبة. فنحمد الله جل وعلا على هذه الخدمات التقنية التي تشهدها المملكة اليوم وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030. مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز ترنداتنا في منصات التواصل الاجتماعي. خلونا نحيطكم علما بأهم وآخر الأخبار في 90 ثانية. مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 832 سلة غذائية في ولاية كسلا بجمهورية السودان. جامعة الملك عبد العزيز تحول الدراسة عن بعد في رمضان لطلبة برنامج السنة التأهيلية. الشؤون الإسلامية بجازان تجهز 2581 مسجدا وجامعا لاستقبال رمضان. وزارة الداخلية إيقاف الخدمات لا يمنع تجديد رخصة السير والهوية والتوكيلات الشرعية. زراعة المدينة تكثف الجولات الرقابية على أسواق النفع العام والمسالخ مع اقتراب دخول شهر رمضان. وزارة التعليم تحويل مركز تطوير المناهج إلى مركز مستقل باسم المركز الوطني للمناهج. مجلس الصحة الخليجي فيتامين با 3 يساعد في الحفاظ على صحة الشعر والعظام وتحويل الطعام إلى طاقة. الأمن البيئي غرامة 3000 ريال للتخييم في الغابات أو المنتزهات الوطنية دون ترخيص. حرس الحدود يحبط تهريب أكثر من 21,000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في جازان. أخيراً، المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الأحد. مشاهدينا الكرام، إذن المحكمة العليا تدعو عموم المسلمين إلى تحري هلال شهر رمضان المبارك مساء غد الأحد. نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان برضوانه والعتق من نيرانه يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، على أمل أن يتجدد اللقاء بكم غدا بإذن الله عند 8:45 دقيقة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله.